هذه المفاهيم هي المصيبه هي المصيبه هي الشعب يبغي الديمقراطيه والحريه والمساواه لا المسلمين They're gonna accuse you. He تهموك إنك شيعي ما شنو. هم داعش يا. وهم مع آل سعود والسيسي المجرم. ابن الحرام ابن اليهودية. لعنة الله على السيسي ومن بايعه. السيسي العميل الصهيوني it's okay to for him to rule yeah ايش قال سبب المشكله بالعالم كله الاسلام السيسي واحد عميل صهيوني انت مسلم عميل صهيوني فول ستوب يعني هذول يطبلوا للسعوديه يطبلوا للامارات يطبلوا للسيسي ابن الحرام هذا ويجي هنا جاي يعلمونا ديننا وما ديننا بعد شوية يقول لك يطبلوا البشار الأسد هم تطبيلكم هذولا أنا كنت أفضل على أيام مرسي وعلى أيام مرسي نعم أيام مرسي كانت مصورة؟ ممكن نصور؟ صور يلا تعال قول يلا شو أحكي قول على السيسي هو أيام مصر قول اللي تريده على طول هاي لا اختلاف فيها الاخير قال لك يا تفضل يا احمد الاخير نهى القصه شو رايك بالسيسي يا احمد السيسي دمر الشعب مرسي يوم كان بس لان ذا كلمه حق راحوا عدمه طيب والسيسي السيسي اخو شرموطه قبل الواحد 100% هاي راح تنفع زي فراخ الجمعيه على ايام مرسي نعم كان الركبة في السرفيس اسمه ايه؟ تمناية بنص جنيه ايام السيسي باتنين جنيه اوكي ماشي؟ لما تروح الكورنيش على ايام المرسي مفيش واحد مع واحد يمشي مع بعض ما ينفعش على ايام سيسي عادي شغلني اياك هنا سجلها دي ها سجلها اخر واحدة هسه طلعها